مدحين أبدع سيس وقت جيس وحكو لما يستي يا هذا يقول سو يعني كره يا محل اللي هجري أو ما أدري ولي قعرور مرتي أو لجبار أنت أنت سارته يا إتابن كر مدح أبدع سيس وحكو لما يستي يا إتابن كر وحكو لما يسوي إلهي ولا أوقف تي ماله حد أو يمد أفر سنة وجوري محو حرين واي محو دجالمي واي سنة كلا لوجو دراي محو حرين واي محن آمن سنة هاي إن شباب أجوجو وحبل لما دوران كر كيس ما يعني وح صربنا خن كرما قف كيم بيدا بقودة هذا كآدم شباب عادي ومغلا السجع كان وح صربنا مرة عبد عسيس إن سومالي يحرود كونفرق البيت سكناف دنا كمالها عبد عسيس وح ونجح هاي هسود دايو وح سومالي كهاي هسود دايو عبد عسيس دور الشباب عن مركز يدعو أي مدحينه أصب عن دورنا ليك أصب لك يعني كدي بس كحرين دورنا شباب عبد عسيس لابد كل باتن إيشانت هذا أو لورد عفاي أو فرح لقى قاضي هدي فرح لقى سيقاضي هدي فرح لقى سيقاضي ومحبة لابد كل باتن اللي حد هدي اللي ده صدي هاد مدحين عبد عسيس هو يلي اللي لورد عفاي صفن حبض لي وين لابد كل صوت حبض لي وين مرة هدي عبد عسيس حبض لي داوك الأغلهين هذا اللي قاله إن أدرك سو حقوق قري كان كارك بحين أي أو صد صدنا كم تستجاش كم دولار يكسر دعيسه إن هبرتي سو حقوق قري تن جليد إن كان كذا جوبته أبتدي سو حقوق قري كان بويد بيها جين أي جبدي سو حقوق قري كان وزارة الدعاية ترى أي إن ناتي سو حقوق قري تن إن استشاري مسوق قريس عبد عسيس وحقوقي ميد ومدا إنه جمع يستمع إنه هرماري وما إيمانه عدنت هذا ما هي نوح اللي بان أديك مركا أنا بكون هرتاع جنبه الرحمن الرحيم كلن وعن صاحبيال وحد كسو دواتان برامج كديرة الشبيلة أو تطبات كيبا لبها بين أتكدا وتان مقباهيها الشبيلة تطبات كان وحن ربنا إن نحوق صارنو وحد تاغن ولي حالد دا كونفور قلبيت مدحوين عبد العزيز حسن محمد لفت قرين معارض كوحا إليهين وقت قوا وكتل ماضي وحا أهرسن أياير وقت دور الشدنا وإن لقو قبتا وقت جيدا لنا عكلا دتكال لا صفن أما مدحوين عبد العزيز لفتيسو وحي عكسنا يان هشيسكي قلها وضتشك قرن كي جارين أو وقت كردين تأها إن أي ليهين وقت جا وصحيح حي مدحوين عبد العزيز يا مدح ما مقوله ولا ذي ذكله أيان كوس عندنا معارض كنيروبي كوشرين تضبات كي هرة قضبة يسوس صارن تي وحاك لو جرت أنت كوس كان مجال هذا مقدشنا كل ما كلا دوون أي مركز يش حالة كونفور قال بدواس إذا سياسة جود إمام الكاس أيان ربنا عاو إن أن حوجة كسرنا وحنا لجوجا وجاس إسحاق علي أو حلبان هراء إمام الك كونفور قال بد يصير كلا حلبان حسن معلن يوسف حسن بلاك وأصنع كم إذا حلبان ذي كونفور قال بد لبذا بعاو أي شبه لمركا مرتين ويهن حق بدنات كهل الدونتان حالد كونفور قلبيت هل كيكو جهنتاي و حلبان حسن بلاك ان كو دلاب حلبان سودو مركا هره ان عيك لدونا لغا حل نيروبي مقديشو دلك ديبديسي عبد العزيز وحالي رحلكي سوا دمادي ها او ديار غروب دورشو اديغنا قيب باد كا اهي دودتكا سياسه عبد العزيز كسهور جيده ايات كميتها سيده وح اسعنيان بسم الله وما سنتهي ان ادي شغالها ان شبل دمانت وان السلام عليا ومد الصوماليات غودها والسلام عليا غارهان غير كونفر قلبيد ميل كاستو ادونيدا كا جوغان هذا ما سنتهين ان دادالك يو جهدي اد امدينا كو بخينسان او طلبتان ان هدي اي ديباته جيرتان ان اد اوو شيكتان هدي فايده اي جيرتان اد لا وداغتان ادان اد كاغ ما حد علينايا ان حقيقتي markans u soo noqdo eriga ah in konfur galbeed iyo doorashada hadda la filayo iyo inuu abd al-aziz xilka ka dhamaaday ani waxaan kamid ahaa xildhibaanadii in 149 oo xukuumadaas xukuumadii ka horeysay in ku jiray abd al-azizna in xilligi doorasho uu iimaanayay la keenay aan dhahe in joogay xilligaas maxay yeleey dhe in abd al-aziz wuxuu ku joogaa 149 in xildhibaan codkooda ku joogaa ama in mid qaldamay ha ahaado mise mid si sax ah u doortay ahaado laakiin 149 kaas xilliga joogayaan la doortay waxa la doortay waxay ahaayeen 4 sano in qudbooyinkiisa youtube-da ku jiraan in dunida global iska noqotay wax kasta recorded waaye asagoo dhahaayo in 4 sano aad i doorteen waxaan u shaqeyn doonaa in sidaas 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 aan yeeli doona 4 tan ay doorateen ma dhihiin maalinna 4 iyo halka bil 4 iyo labada bilood midna ma dhihin 4 sano la doortay markay dhamaatay een
وحكستو هدي مر لو هشيو وحافي عن إن الراعو وحي لو هشيو يسيد لو هشيو حلق لو هشيو هدي أي دماتي أون ليري هيا عبد العزيز حلق وا دماتي أما وحكو سوقب سومانو مسيين كو قب سومين أما رالي كون نقو مساها كون نقو إن وقتي وا دماتي وحب الله بإنو قعن كابل سمعي ونقاتيا كتهين سومالي ودنا ودعوك دوني دا ودعوك een waxa ku soo baxay een arintii ayay ahayd gacan ka dalka asaga ahaa madaxweynaha federaalka gudoomiyaha baarlamaanka labadooda garwadeenka ahaa yimaadeen bay dhaba yimaadeen een ushi dhaxda laga qabtay dadkii een waa la wada hadashay waxa la isku raacay asagoo madaxweynaha federaalka u jooga gudoomiyaha baarlamaanka u jooga in maadaama ninkan hadda uu isjecleysiyay xilkiisina uu dhamaaday dhibaatoodaasna ay dhacday si aan wiil Soomaaliyeed u dhiman mar labaad in halkan sano uu leeyahay een anoo jiifaal igu daray xildhibaanadeeda igu daray uu leeyahay halka dhaafay halkii sano waa la dhaafay waa ogalaanay sababtan ogalaanay ma aheyn in Cabdi Axiis ka cabsaneynay in Cabdi Axiis een wato nuclear wato mise oo dad dhameynay ma aheyn laakiin wiil Soomaaliyeed oo dhiman meel loo dhaafay male waa qaadanay halkii sano waa dhamaaday halkii sano waxa ka dhiman een 8 maalmood oo maxay ahayd een oo September iyo bisha een ku xigta oo ah een xilligii odayaalka li xooli lahaa oo tababarka la siin lahaa iyo November oo doorashadii een Cabdi Axiis marka een intaas ay ahayd een waxa dhibaato keenay xilki waa ka dhamaaday kadib iyo ma hadday baasha si macdahay waa si joogaya oo gacan ka hadal oo dhacay oo wiil Soomaaliyeed ku dhintay gabar Soomaaliyeed wiil aabeed ku weysay hooyo Soomaaliyeed wiilkeeda ku weysay marka dhibaatooyinka jirtay oo meesha ka dhacday waa intaas waa ma san tahay ee inkastoo isbeddel ka dambeeyay shirkaas madaxweynaha iyo gudoomiye Aadan Madobe ka dambeeyay uu jiray golaha uu yahay oo aan noqonaya bal ugaaska aan fiiriyo ugaas Isxaaq oo xilibaan horaad ahay koonfur galbeedna ee aad baad uga warqabtaa xaaladda jirta adiga sida wax kugu muuqanaya bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa idaacadda shabeelle oo waqti dheer oo maxalliga jiray dalka u soo shaqeysay dhamaan intii dhimatay iyo inta noolba waxaan leeyahay intii dhimatay oo ka soo shaqeyn jirtay idaacaddan Allah u naxristo inta hadda nool waxaan leeyahay waqti badan aad soo shaqeyseen waan idin kaga mahadcelinaya ee sida wax u muuqdan hadaad idhahday runtii qof oo maxalliga jiray oo hadda kora sheeka waxay ahayd qof dhagoolan ah in dhoolan ah say wax lagu fahamsina xaaladda bartaas ay taagan tahay qof in dhoolan ah say wax lagu fahamsina qof 4 sano la doortay hal sano xoog ugu darsaday hal sano kale tan xoog ugu darsanaa leh waxa ila muuqataa in iska celiyo la yiraahdo waa qaldan tahay joog waqtigaad waa dhamaaday hal sano oo been aad ku darsatay sanadkan kale ta kuma darsanaysid in la dhahay ila muuqataa haddii loo ogolaado ninkan inuu hal sanad ku darsado loo ogolaaday oo halkiisana u dhameystay haddana hal sanad kale tan ku darsana uu leeyahay loo ogolaado kama jiri doonto umad wada heshiis ah oo wax la isku ogyahay kama jiri doonaan koonfur galbeed wadadan hadda Cabdi Axiis uu sameeyay labadan sano kan kale iimaan doonana wuxuu sameyn doonaa 4 sano ku darsan doonaa bila sharci ah rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu dhahay al muslimuuna ala shuruubihim bani aadamku wuxuu ku wada joogi karaa shuruud Cabdi Axiis waxaan dooranay 4 sano hala keeno ama kaskiisa ku imaado ama xisadu rabo ku imaado 4 sano la doortay hal sano xoog ku darsaday oo waa loo ogolaaday sanad kale to lixaad rabo in xoog ugu darsado sanadkaas gacantii in laga qabto waa waajib muqaddas ah saaran reer koonfur galbeed waa ma san tahay ee xiliban xasan balaag dib markaan ugu laabano madaxweynihii iyo Aadan Madow markay ka soo laabteen gudoomiyaha baarlamaanka Baydhabo ee Muqdisho la yimid waxa dhacay kulan maalmo socday oo golaha wada tashiga qaranka madaxda maamul goboleedyada ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaa lagu heshiiyay in la mideeyo doorashada xilliga ay dhacayso taas oo la micna ah ama u dhiganta in madaxda maamul goboleedyada oo dhan ay helayaan waqti kordhin 2 sano ah haddii heshiiska reer koonfur galbeed ay ku gaareen bay dhabo madaxweynahan goob joog ahaa soo ma burinayso sida hadda la leeyahay shirki wada tashiga qaranka ee Cabdi Axiis koonfur galbeed uu matalay oo saxiixay arinta bal wax ku dar een aad oo maasanta walaalkay een horta een marba heshiis hadii la galo heshiisku waa inuu fulaa hadii heshiiskii hore uu fuli waayo kan dambana ma fulaayo waxay u dhigmeysa arintaas een maamul goboleedyada een waxay u yimaadeen madaxweynaha Xasan Sheekh iyo systemkii oo maxay ahayd een xukuumadii een federaalka u yimaadeen een madaxweynaha Xasan Sheekh oo asna xeerinaya yana laga kala tagin ay hoosta ka soo galeen waxay raadeen muddo kordhinaan rabnaa ee maxay ahayd 5 sano laga dhigo horta in muddo 5 sano laga dhigo Cabdi Axiis 5 tiis waa qabaab
هذه الحرور هذه نعم أغان إن مذكر لنتاس إن مدحون حسن شيخ وحيمد إن برلمان كرتيس وحيمد وشيعي وحيري هشيز كونكريتا أو بيكمل دبعانا أنصوص صحيحين معها وفكر برلمان وديلي كرتان وأنا أقولان كرتان ودوبينها ريكوردد واي حدنا وحي للربي إن للسمايو أو هشيز كله هشيعي وحي هاد كو لبا سدح لبا بلوضة قهرية إنه وحي قدبان هذا لما داس بلاد أجهرة إيه وحجود بوايين معناه ده حيوي وحي وافش المن كو تن كلام ماش كوجر توحيته هاي عبد عسيس إن لمد بمعها مع الجبلات ذكلي مع الجبلات ذكلي وحوليه كرا إن مس بهايين إن مركز كودو دايين بو إن هل حسن هل أقدر هاي من الحين حس شيء إن لقاطين اللي نقطعي هل سنة إذا كودر أقدر عبد عسيس هل كسر ما بقدر ماذا بشه لحسن ينقون هديك waxay kala u baahan tahay hadii Cabdiciis loo ogolaado halkan sano oo meesha lagu dhowdhoobay la ogolaado oo baarlamaanka oo ogolaado oo maxay ahayd in la horkeen gudiida baarlamaanka leh kan federaalka oo ogolaado oo ansixiyo Cabdiciis lix oo noqona ku kala maxay u baahan yahay inaga hal sano dheeriya khayrka waxa falayna fashid way waa maansan tahay ee ugaas isxaab marka laga gudbo doorashadan ee Cabdiciis madaxweyne Cabdiciis 4 sano uu joogay ee sanadkan hada dib ka yimid qiime wax qabadka iyo koonfur galbeed halka uu gaarsii hadii uu yiraahdo miisaanka xagee saari lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim horta waan joognay maalin meel kama aadin waxaan dhihi karaa madaxweyne Cabdiciis anoon haqiireyn wax uu ka qabtay oo mashaariic oo niyo oo meeshaas uu keenay ma jirto haqiiqdi wadooyin la sameeyay waxaa la soo barboos gareey 2016 airport la sameeyay waxaa dhagax dhigay madaxweyni hore koonfur galbeed barawa maxaa la dhigay airport wax laga sameeyay waxa dhagax dhigay madaxweyni hore koonfur galbeed madaxweyne Cabdiciis waqtigiisa wuxuu ku dhameystay yaa hadal igu soo celin karo yaa maxaa la dhigay oo adiguniga carur maartay oo la dhibaalanta inta saarato yaa i taaban kar madax Cabdiciis waqtigiisa wuxuu ku dhameystay yaa i taaban kar ku dhameystay wax ilaahay wari uu qabtay maala way way ay aadaw ma san tahay ee xilliban xasan dhinaca kale hadii la aado dagaal dalka ka socda al shabaab dagaal lagu jira مدحوينها بل إبر لو سمرهيبو جوغا وفورنت دقال كوكوهو قامينا يهل كاسوا كونفور قلبادو حال اكسوني هاي ديگان نفر بضان ياو حاكو السوغان الشباب لسيقا ما كلا قد بكر ديگان نديدا ديگان نو حاجر السندق قوضون سن وحنا قلين وحنا انا كسو بحي هادي معارض كي مدح دي حل لغا هاد جوغتا لا اسكو قبصدو حل كاكاد عاية كدك oo tiibay dhaba ka dhacday oo gacanka hadalka ahay dadka ay ku dhinteen ee fargeeti guriyiisa la weerar ahayd dhaxdooda haday saas isugu laabtaan dagaalka shabaabna dawladdi iyo umada Soomaaliyeed oo dhan ay rabto mudug iyo galgaduud iyo Hirshabeelle iyo waa laga soo dhamaaday koonfur galbeed ku xigta arintaas ay isku qabsiinaya xilliban waa maasan tahay in meesha dibka uu ka jiro wuxuu yahay ma aha shabaab joogo in dadka markii la rabo in masaakiinta dhibaatada in soo jireenka oo in soddonka sano soo dilootay la rabo in beer la xabsi la geliyo waxa la yiraahdaa in shabaab ay joogo in madaxweyne Xasan Sheekh term labaad uu jooga in kursigan kiisi horena shabaab ay joogay kan haddana shabaab ay joogo farmaajo xilligi shabaab ay joogay haddana shabaab ay joogo Sharif Xasan xilligi shabaab ay joogay xilliga Cabdiciis keenayeen shabaab joogay haddana shabaab joogo markii la keenayay maxaa loo dhihi waayay Cabdiciis ha joogo Sharif Xasan ha joogay dagaalka aan galna shabaab ha la xurey hadda oo yimid 4 sano joogay maxuu xureen waayay maxuu u dagaalami waayay sanad kale loogu daray maxuu xureen waayay waxaan aaminsanahay in shabaab a joogo waxba lama dooran karo case ma aha yaani wax sabab naqan kara ma aha gacanna shabaab kan ku xoreynayna aan kula dagaalamayna in siyaasiin koonfur galbeed ka soo jeedaanahay xilal aan ka wada raadinayna xilal aan ka soo wada qabannay tan kalan waa isku dooranayna waxa xaqiiqaa Abdullah Yusuf xilligiisi baana madfaca ka soo dhaca maxay ahayd in bakaaraha ka soo dhaca madaxtooyada ku soo dhacay shabaab soo ma joogin dawladda shaqeynaysay in xilligi ay saas ay markaa haday saas tahay in loo 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 qeyldeeyo oo liiraada shabaab ajooga kaliya loo qeyldeeyo ma ahe shabaab waxa xoreynayo
إن مدحون حسن شيخ درجيس الله بادي عمرك الله ديريو المجاهدين تا ملتيري يدراويش أم حي اسكو حيد إن معسلي يو صومالي وين تكعدي انت دمتي الله ونحريست انت داو انت الله بوك دوي مدحون حسن شيخ قانو قاتي او انو دنتو اما شباب حريه والله حرينينا لكن وحال حرين دونو كونفر قد لك الله شقين دونو مدحون عصب إن حلبانو عصب عيدا عصب oo dhig cusub ku jira la shaqeyn doonto way laakiin marka yiraahdo xilmaan xasan oo sida hadda sheegtay dagaalka in madaxweynaha lagu garabseenay reer koonfur galbeed doorashadana waqtigay qaadanayso marka la yiraahdo bilay qaadanaysa bilo ay qaadanaysa somaha boonaan lahayn aragti kale somaha boonaan lahayn deegaanada shabaab ay ku sugan yihiin mucaarad iyo muhaafad reer koonfur galbeed inta isku tagtaan abd al-aziz garabseysa معاويس لي كونفور قلبت سميسان مدحوين حسن عيدا مدى ملتيري هالكا لو سوريجيو مركز شباب لقد دلقا دا كونفور قلبت دورش رسمي إلي كت عضو تهم حكو جبن ما سنت ولا لو لنعك لأنك عطوسو إن وحان ناي سومالي مسلمين عن نهاي هاد دا دي مقرب لآدمو on ani iyo gaaska iyo walaalkay hadda qaybta farsamada noo jooga aan ku dhahanno nikaan iyo salaadan soo tukanayna inta taygaaga iyo suudkaaga toosi aad tiraad waan soo baxayaa ee meel masaajidka agtiisa kalaaba aad gishid salaad uma soo socotid een macna ma sameeyneys in Cabdiciis hal garab istaaga iyo shabaab hal xoreeyo shan sano soo joogay Cabdiciis haddii hadda aan gacanta saarno asaga aan dhahno mustaqim aan dhahno aan dab istaagnana ma xoreyn doono عبد العزيز مركو إيمانا إيه باور كي كسر بح محيد إن عاصمة دا إن كميل جار كإن كونفر قلب بيد دبا كسر بح بورو تجاي إذا ما دي جوجي محيد بوري محيد إن بيد دبا ده حدود جوج دينونا جوجي ما يفول كي جوجان قف كي بيد دبا جودي هذا كأدم شباب كعادي ومغلا أسرع كأنه وحصلن مرة عبد العزيز إن صومالي حرودو كونفر قلب تسكرافي دنا كمالها عبد العزيز وحي او نغه هاي هسو دايو وحو سومالي كهاي هسو دايو عبد العزيز دورشدان markay dhacdo ay madaxweyne cusub aan doorano dhig cusub la keenay kadib aan isku xoreyn doonaa shabaab wuxuu hadda noo geystay wax ka badan ma noo geysan karam wax qabad ka kabal ka waran deegaanada inta Cabdi Axiis uu joogo su'aashii ugaas hore aan u weydiyay dhismaha iyo mashaariicda waxaan aragnaa anaga baydhabo dhisantay wadooyinkoodo dhismay baydhabo qurux badan inkastoo koonfur galbeed baydhabo kaliya ahayn وحقبت كمدحوين عبد العزيز يو وزير رديسة حلبان بالوحكنة ولا لو هذا وما سنتهي إن أرتوح في عنان لهيد وح جراء رنتا إن أجنعي كل جين أنا أنا كده هين وحب ما أجد أنا كده هينين إن حقيقة ما يش طال وحيت هاي سدوا إن حلبان أجاس كده واجي جديد كلا نسي وقصة درايا كليب كده وهايا إن ما علنتي أن وال بنك لسه هيني أنا جو قدومي أنا حلبان بين دورها بارلمانك إن كوادا إن عبد القادر شريف شيقونا أنا لف دي مركان صحيح هني كونتركت جاس عبد العزيز فلنت إذا إلى نسيب كسك دجاي لكن وح فليه بمجرام فيري لاميك بيد بكر لحد سن إنت لا سوء أروري لسكو كان محل ميل وبجاج أي مريس بجاج هدي ربطوا إنا إتنين أكل أجي ريس جد كو كده عيسو وحس هرمر ما عبد العزيز كون فرق البيت إنه وح أودي ما وح كلام سمينين تلا بعد أنكو قدره عبد العزيز وحو كلاس سبب النقضي كونفر قال مركز لك صوتك وحو كلاس سبب النقضي صومالي انت هذا كلا انت كلا صومالي كوابان تهي معاونة دي مساكين تلقسين لها ان درتيس لوجوي ان ان ادركي سو حقوق ري كان كارك بحين اي او صد صد كم تستغاش كان دولار يكو سو دعيسو ان هبرتي سو حقوق ري تن ان غليد ان كام كده جوقتو ابتيغي سو حقوق ري كان بويد بيها غينايو غبدي سو حقوق ري كان وزاره دياعتراي ان ناتي سو حقوق ري تن ان استشاري سو غديس عبد العزيز و هو ييميد امدان انو غوميستم انو هورماري اوما ايمانين taas anaga cadenteeda ma hayno xilibaan adiga marka anaba kula hortaagan ba ma aha waxaan soo duubay record aan soo sameeyay ma aha anaa kula hortaagan hadaan nafta ilaahay noogu simo ay isbeddel oo ka dhaco koonfur galbeedna ko 2 3 4 ku dhayn insha Allah way waan ma san tahay xilibaan ugaas isxaaq waxaan rabaa mustaqbalka wixii dhacay ilaahay og hadana mucaarad koonfur galbeedatiin abd al-aziz sanad ka hor sanad kan markii la meel marinayay ee madaxweynaha iyo xilli gudoomiyaha baarlamaanka ay tagayeen baydhabo dagaal ha dhacay dad baa dhintay guri iyo hantii la burburiyay hadii tii oo kale dhacdo
waqti kororsiga ee sanadka kala ah ee Cabdi Xasiis iyo xukuumadiisa iyo xildhibaanadiisa ay ku adkaystaan maxaa dhici doona bismillaahir rahmaanir rahiim horta dhibaato ilaahay nama dhaho waa un dhibaato Cabdi Xasiis hata hadii la dhaho maxaa la dhihi jiray oo shib laga dhaho dagaal la'aan ma ahanay waxyaabi aan la yaabay waxaa ka mid ahaa dagaalkii 8 saac habeenimo oo isagu u amray ومركو هادين عاد صوفر يستوي حول ده هاي أنا جوا حن كمور قبين وحن أكلت إني دعاء يعني مو ملايين سايكو عاد ناس إنه أسق أمري ما تحويني كونفر قبل سقوا إذا ما تسق هو استجاه لما وحي إذا أه أو ماشي جوا استجاه هو استجاه أو ميل تاعن أو ما تحويني هي حفيز كي جوا حتى تركيا جرا أو ميري عاد عاد جرا كم مكان أنلهين أو ما تحتوي ده تاعن أو دجال أمري أو لير جوريا سلا سوق قبل تقول كل جرا هلا دمايو أو يري هادين محل ده جرا أنا جوا حن دعاء يعني مو ملايين لكن هدو أمري قريجي شرقالة كسعودي كونفرق البيت شر لقد مناي مذاحد يسهر مركي سلق قصه هرجيدي معارض كوجران هلا صوب بحشاسين لبضة هلا وصوب بحشادي أمر كوبعي عيدا كي وزير كي هرجع عشان ديك يتم كأي وتين إذا قال سمايان ما حكوا جبنا هرتو حدا عليه هبين كي هبين كهر أنت قريجي على غيرين قريجي أنا شخصي أسكلا فركتي أسكلا قرابديسي ملاقيسي حلبانديسي فدرال يو استيت لما مذحين أبدأ أسير لكل من waxay u sheegeen in gurigaas wixii qori ku jiro ama dhibaato meesha siyaalo loo keenay jiro si bari 4 saac la xalin doono bari dambo waqtigii la ballamay iyadoonba la gaarin 8 saac ween wuxuu amray in meeshaas wixii jiro wax la dilay wax la qabtay wax la qabanay laga dhigo waxaan arintaas waxaan waxaad idhahday maxaa la dhig jiray maxaa dhacay Cabdi Xasiis 2020 shan tad oo loo dhaafay oo farax laga qaaday hadii farax laga sii qaado haddii faraha laga sii qaado waa muhabbad 2020 in lixda hadii la dhaho sidii haddii madaxweyne Cabdi Xasiis uu yeleen leey loo dhaaf suban xabad leey way 2030 xabad leey way marba hadii Cabdi Xasiis xabad wagi daaw kale aan lahayn hadda la gala xilwaan xasan ay een aad u maasan tahay een walaalo horta een waxa ka dhawaajisay waxa tiri een guriya een mucaarad lagu sameeynaayay een maxamiyad oo maamulka lagu duminaayo lagu diyaarinaayo waa sida ay sheegeen maamulka masakiintaas meeshii joogtay staff ay raadinayeen مشرحين مقالة سودجي ساليري أن جورجاني إيمانا هنا ليري استفرادي سهاين مساكين خارجي سوطة الربع إنه بيل منن أو دبدي استاجو أو أن استاف كان نقدر ربع أيا وحلقو ويري أن مالنتي أن لبي تمنس على بلا إلى لبي تمنس على حبذين أي أنت هدي جد كبير دبي إيو واجد سكحر لوح ولا لجريد لها جودة ينتقل هين عبد عسيس sida walaalkay oo dhahay xildhibaanka bilowna dhamaadkiisana xabad waay bilowgiisana xabad waay Cabdi Xasiis wixii soo maray oo soo maray oo konfer galbeed ka soo maray noocay doonta u ahaadaano waa ka dhamaatay qofka kale iimaanaay konfer galbeed uu iimaanaay ilaahan waan warsaneynaa in mid u naxaya kana naxaya konfer galbeed in ilaahay ka dhigo waayahay isla su'aal kanaan kugu celinayaa xildhibaan anigoo gabagabada jooga waxaan rabaa maxaa Cabdi Xasiis oo kaliya lagu haystaa konfer galbeed madaxweynuhu ka yahay gudoomiye baarlamaan jira waxaa jira dhaqankiya jooga xildhibaanadiya jooga wasiiradiya jooga inkasta xukuumadu asaga ay hoos tagto koonfur galbeed oo dhan ma Cabdi Xasiis kaliya dhaliilan wixii xunba wixii samaadana ma garabka kale ee siyaasadda ku jira dhaliilan aaway dadka kale ee siyaasadda iyo xukunka ay koonfur galbeed aaway walaalo horta hal meel aan ka saxay koonfur galbeed Cabdi Xasiis soo yimid xildhibaan gudoomiye baarlamaan balheen gudoomiye way lahayd oo wuxuu waayay markii hadda xildhibaanka laga soo dhigay hal sano gudoomiye baarlamaan la'aanteed oo baarlamaanka shaqeynaya baarlamaanka gudoomiye uu leeyahay maya de haddaan maya dhiilaad anaa maya ku dhahay maya fiiri gudoomiye baarlamaanka asagoo meesha jooga ayuu wax soo doontay xil federaal xilki federaalka uu helay hal sano iyo laba saddex bilood baarlamaanku iska xirnaa gudoomiyena ma lahayn waxa aan ku leeyahay marka Cabdi Xasiis waxaan u dhaliilna ma leh Cabdi Xasiis deegaanka soo u dhashay reer koonfur galbeed waaye xilligii oo asaga xil la'aanta ahaayba cid eedaysay oo daba taagneed ma lahayn waxa lagu eeday wax asaga uu sameeyay waaye soomaalida hadalkeeda hadalka ma dhamee hadda ka hor laba reer baadiya soo lugaynaysa baadiya soo maraysa duur soo maraysa aliba ku soo orday qof masii u firfircoon yahay mid aan firfircoonaa isla markii geedka buu dhaqsi ku koray midna geedka la wareegsaday libaaxi soo orda kan koray orka marka koro madax u taagay ku ciyay kii kor muxuu leeyahay
أنا كلي محيك صوفيرن حسين بجدار وكجراي ورد باتنا ماشة طالع واحد هاي عبد عزيز وين وحن كشيء جاي نما إيه وحن موغدة وحن موغدة ماشي على هلا فيري وحن فيري بين شعب على الله ملاقى ده يمد وقاس كده يمد وحليري إن من ديم كودي بايا إن عدي وولي دي اللي على سين دكت دمتين على حال مرن قريه القاضي أو من دلال كل قصة فرتاليري دولة عصاق قبستي had there at all that by the joga malin he have been eaten lord directly so after so dila abda assis have a can mention of egi hai habado raba had the only mother elano masaran habadan galena had the own habadli iman in a tamate ugadana madhwena and radin ena diko suman radin ena comfortable in dorosha kadadar elevan hasan bala isla su ashi madahda hilka kahay sakon furgal bedan abda assis ahayn awe هدي وح قلديهن تسو استاجان عبد العزيز قبطان قالت كيس سحيس أشجار هذيك معارضة تيم بنانك تكجوكتان هدي أي وح صحيحين إذن كذا الله لان برلمان كأكله قدومي برلمان كحلمان وصدون تي سنة دي وح لجر واسح لكن واقيه هذا لو كل ما مل مري هشيس كي قاله هي وضتش قرن كأكسو بحين مين أنا هاي هذا وما سنتها ولو إن استانبط جرو كوتال شبهه إذا عدنا هذا أجيب رئيسنا يزيد مركز ريبار قرطيد أو ربط إنترناشنال كوميونيتي ها أتو وزارة ها أتو أروح أقرأتو استام كجرو كوي على مالك سجيب ككمودين جرو كوي على وعلى صوب على غرفة لعكت أقصى قاد وراق داس مس بربوسل كسا أقصى قادني استام برا صوحة كمالها ما قدرت كمشي جوا أشياء يزيد أي وحبي أنصحين على هذا هاي وكوي أسرع جيفة أنا حتى أتصنن أفكي سو كده يوتيوب ده كجرتا أنا إسك جيفة إيجو دري هلك سنو dadkan noocaas u dhaqnaay aad leedahay waxbay in xalin karaan abd asiis wax u sheegi karaan abd asiis xil dhiban koonfur gabeed hadda jooga ee inta xafiiskiisa gala dhig kara kuma jira kulleetigaaga toosi xataa ma dhig kara iska dhaaf dadad dhibaateysan dadad wax la gaarsiyay dadad ka gardaranta iska dhaaf tan labaad malaaqid wuxuu ku sameeynaayaa malaaqi xoogaa hindis ay ka yara duwan yihiin ku kale oo siraad kan waa kugu soo socda ku kala lagu bedelaa gormaad aragtay adduunka ka weyn beddeli kara ha dikreta lagu bedela hadayma dadan ku hayn iyaga duuban ku keenena ki dikreta lagu magacaabay joog bay dabo jooga madaxweynaha magacaabay wasiirkiisa arimaha gudaha do magacaabay madaxweynaha magacaabay malaaqas beesha loo magacaabraa lay ku tah waa ku qasban tah xildhibaankeeda xagga joogo oo gudaha ku jiro oo abd asiis kabaha u tirtiraaya asan raali ka aad baad u mahadsantahay waa soo gabagabeynaya xildhibaanka hore igu was isxaaq koonfur galbeed iyo Soomaaliyo dhan dhig data dan kuma jirto in naf la badbaadiyo ma ahe naf in la sii dilana xal ma ah dawladda iyo madaxweyne Xasan iyo umada dhan waxa la leeyahay xabbad la rido shabaab lagu rido haddana mucaaradkii oo idinka laftiin hadda idin la joogtaan waxa ilal waxaad leedihiin xalan xabbad ahayn koonfur galbeed male ma la isku dayi kara in doorashada la qabto عبد العزيز نه ترتمو هدي وصل لاب تنواكا هدي وصل لابن وين كرسي أو بنيو ليك نداهنن صورت قلبا ما شاء الله واسد أنا عن ربني وعلوش أنا كجرتي أو مالين هبين أتغني بات شكتي أو إنك أنت كشقين لها ما جرو ديار وحان أنا هاي إن أنا شباب نلدع علىنا سو صاحب كي هداي وشيء جاي قعنا شباب كلدع علىنا قعنا دورش لقوقلا odiyaashi dhaqanka oo marjac ah oo dhamaan hooshoodi waa u fadhiyaan diyaar ay u yihiin anagii mucaaradka aan waxaan diyaar u nahay inaan shabaabkii dhinac ka xoreyno tigitaanka magaaladii aan isku diidan yahay oo uu leeyahay shabaab xoreenad ka hadlaysa oo nabadad ka hadlaysa magaaladii oo caruurtaani ay joogtay baab la tagi laa oo leeyahay hibil ha soo qaadin kan hibil waa ha soo qaadin kan ma soo qaadi kartid wax oo sidii shabaabkii oo kale nabad sugida airport ka dhex taagan qofkii godan lagu ridaa أنا وحن أركي جرني قف سياسي أو هدي قرط أوجل أو محقق لو كان أو لسوق بتو أو محكمة إما ولا كسك يسكو إما لو دو دي سعته مركي الأركو إنه قرط جلي لا هو أحرن تاي نبت سوري ده وحي تاجن تاي محدد الشباب أبدع الشباب كي الشعب كي السياسي هو كله جرن لاي وح أتاجن إيربول كي نبت سوري قف والبو كأرث زوني ده هذا كحنا صدق ما لو ما بلا لحد لاي وانتي لا أنا هاي سبب تو نو كينس أبدع سيس إنه دجال أمو جوج وحن كأهين وسن داوي سهين سبب تاسوي qof ilmihiisi caruurtiisi bil laga hortaagay maxuu horta nabad uu ka hadli karaa maxay tahay dagaal ay ka hadli karaa kaas horta caruurtaani inaan u tagno
أوله أقولاده إن دجنة 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 ده سلوا دليه أنا قريان كله عروت الميشة دجنة هو حك كرا أو جرة قحطة أن تقع سببت إنك أنت محيطه المهني يعني جوجويني سه مرك ودين كاس أو سر تجري إن الجرب استعجو أو يا جرب استعجو وابلو تجلي هاي بيدا بي المه واحد ولا جوجويسي درس معارضة بالله وسأ درت ذا هل كان أتمت أنت لا بد قاعد مصو ملي داري تم بده حساب معها تان سو ميدك معها ما تان سراشي سو كم عندي تان ما حد كسر ميتا هو راح ذكر سوا الدنيا ده هو حكاك قومته لا بد قاعد موت دول اللي ماذا وحوي معارض محافظ واي ومتن وهذا محافظ دسلا بدع سؤر رواي لا يكتس بلقيه ما دين ملوه هلاك نبي محمد بواي أو دي لود معارض لها أو واحد كسر دقيبة لا كان مصنع الآية بدع سيس أنا المهني يقول إن المعارض كل نغنا أقل هذا هدور رب الدولة النمو ما أور رب الدولة النمو ما أور رب الشباب اللي حرية هدي شباب اللي حرية ودي يسوي مفرميس أنا جيت تقيني من ديار دي بديدا شباب فرنت شباب كوبو جبات أو أبنك هذا جبا جبادو كذا يعني مقالدة بس أور رب هذا مرة عبد العزيز من ذكر هذا كوبو دارو مثلاً عبد العزيز مش عسير ودقيني هي بس أور رب وحرين لها إيه وحصلن كركيس كم جيران marka maxaad qaban adiga kaliya maxaad horeyn kartaa waa ninki dadku gaamin laha oo dhihi laha walaalayaal oo kaalaya shabaab aan iska dul qabano inta noo dhiga mucaarad iyo aragtiya inta noo dhiga tan aan rabno inta la dhigo ta idin rabtay inta naga dhiga deegan aan u tashano waagu imaaday airportki uu xirtay haddu ku taagan hal sano markuu joogo airportki airportkiisa xirtay shariif xasan laga soo celiyay dhamaan madaxdi dhana laga soo celiyay jawaare meesha ilbaaba laga soo qotay meeshaas yar أي بر هدي هدا إن إنا إن عبد العزيز حلكي سقنا ما ذي إنا شيعنا نوحب ذي مركر مسؤول نحب ذي أنا كجورو كجيرنا دلنا هذا ماشي جوكتا استاف دون إسكا أو كهيه سكليا دتك مشرحين تا إيمان دونا أيجا إسبدل سمين دونا أيجا استاف كان نكون دونا الحب ذي دل جود مي حقيقة دي مرة بنو فيري إن إلمي هيجا جوجو سيد ولار كي جو شيعي ماشان كودا شيواي كوح كودا لواي إلمي هيجا كودا لين مرة بين دجالو كدا لكن فيري هدي جر فيري هذا الكلام ده ير دلني راها بيس وحكة عن أنتي وحيرينيه سيجار كان إسكداف وحساس كيل وحساس كيل تبرو هواي هبين هبين هذا كمان كمدلو كوجر مدلو كوساق قال إردو أحرتي محاربة إنه عن أنتو وجراعه ير كتلا كذا لو تعرف أبو حمكوشة ها ويل كذا أنا هاي وإجراء كرتا een waalidkii gaar tahay laakin hal shay aan ku sheego wiilka markuu waalid garaacayo markuu xanuunsado waa orda si uu ugu baxsado galbabka xiratay iridii xiratay wixii meeshan ka dhacday ka masuula wixii meeshaas ka dhacay Cabdiraxiis ka masuula waagaag intaas ayaan rabaa caawa inaan ku hakiyo barnaamijka diirada shabeelo aan xoog ku saarnay siyaasada koonfur galbeed iyo waliba madaxweyne Cabdiraxiis iyo mucaaradka oo kala taagan waxa la fili doonaa xaaladda markaas sida isku bedesho waxaan u mahadcelinaya xildhibaan hore xildhibaan Xasan Macali Yuusuf Black iyo waliba xildhibaan hore ee Ugaas Isxaaq Cali barnaamijka aniga oo Cali Cumar aad ii soo saaray Maxamed Amin Ator iyo Ahmed Qudde dhamaan inta kala qayb qaadatay aad baad u mahadsantiin salaamun insha Allah dhamaantood isku duuban assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh